تنخفض درجات الحراره اليوم في اغلب مناطق المملكه وهلا رح نستعرض درجات الحراره نهار اليوم المفرق 33 الزرقاء 32 إربد 31 أجواء صيفية اعتيادية جرش 32 شرق عمان 31 عجلون 29 رح تسجل في غرب عمان 27 السلط ومادبا 29 البحر الميت 39 الكرك والطفيلة 28 ورح تكون الأجواء معتدلة معان 35 العقبة 40 وأجواء شديدة الحرارة هاي الليلة رح تكون الأجواء مائلة للبرودة المفرق 16 إربد والزرقاء 19 أجواء ضبابية هاي الليلة جرش 19 شرق عمان 18 عجلون 17 أجواء مائلة للبرودة السلط ومادبة 18 وغرب عمان 17 البحر ميت 27 الكرك والطفيلة 16 درجة هاي الليلة في معان 17 والعقبة 23 ورح تكون الأجواء معتدلة ملخص الطقس خلال اليوم والأيام القادمة رح يكون طقس مائل للبرودة مع ساعات الليل رح يطرأ انخفاض على درجات الحرارة خلال الأيام القادمة ورح تكون درجات الحرارة أقل من معدلاتها السنوية